حاجة ممكن تقابل بيها النزيل، يحس بالأمان وبالراحة ويبقى مبسوط. عشان كده لازم نضحك في وشه. أضحك في وشه إزاي يا ريس الصديق؟ إذا كان ممنوع نرفع عينيا في وشه أقوم ضحك له؟ ليه يعني؟ هو كسر عينينا ولا حاجة؟ وهكون حد كسر عينيك وانت مكسوف تقول لنا امين. ايه ده، انا ما حدش يقدر يكسر عيني. ايوه كده، انا احب اللي يشتغلوا معايا يبقوا رجاله. ها؟ اسمعوا، لو حد داس لكم على طرف من غير سبب تيجوا تقولوا لي، انا هجيب لكم حقكم. والله يا عيال، ده اجتماع ولا حفله سمك؟ والله انا مجتمع برجالتي واكلمهم زي ما انا عاوز. ولا تحبي اتدخل بينك وبين بناتك؟ احب كل واحد يشوف شغله. العشاء هيتقدم بعد شويه. حاضر. اتفضلوا. استنى يا امين، العشاء لسه له 10 دقايق. كمان 10 دقايق هيفتح باب المطعم، هنبقى واقفين لهم تشريف يا ست هانم. هانم تاني؟ ست الهوانم كمان. من هنا ورايح انا حسام الست دي ست مبوز. او ممكن تسميها ست ام امين يا ريس. ست ام امين؟ ايوه زي ما بيقولوا كده. ام امين ام امين يعني؟ ام امين امي. هو